استقبل فخامة الرئيس الباجي قايد السبسي رئيس الجمهورية التونسية في قصر قرطاج الرئاسي سعادة الدكتور الشيخ عبد الله بن أحمد الخليفة رئيس مجلس أمناء مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة دراسات. وخلال اللقاء تشرف الدكتور الشيخ عبد الله بن أحمد الخليفة بنقل تحيات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه لفخامة رئيس الجمهورية التونسية وتمنيات جلالته الخالصة إلى فخامته والشعب التونسي الشقيق بدوام التقدم والازدهار. ورحب الرئيس التونسي بالدكتور الشيخ عبد الله بن أحمد الخليفة وحمله نقل تحياته إلى أخيه جلالة الملك المفدى وصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر وصاحب السمو الملكي ولي العهد وتمنياته الطيبة لشعب المملكة بالمزيد من الرقي والتقدم. وأعرب الرئيس الباجي قايد السبسي عن اعتزازه بعمق العلاقات التاريخية الراسخة بين البلدين والتي تشهد المزيد من النماء والتطور في شتى الميادين والمجالات، مذكرا في هذا الصدد بالزيارة الناجحة التي قام بها إلى المملكة في يناير عام 2016 وما حققته من نتائج إيجابية شكلت دفعة حيوية للعلاقات الثنائية، مجددا تضامن تونس مع جميع الإجراءات التي تتخذها البحرين لتعزيز الأمن والاستقرار. وبارك الرئيس التونسي التعاون بين المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية التابع للرئاسة التونسية ومركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة دراسات بما يتواكب مع الأحداث والمتغيرات التي تشهدها المنطقة والتي تتطلب من الجميع وحدة الصف والعمل المشترك. من جانبه أعرب الدكتور الشيخ عبد الله بن أحمد الخليفة عن شكره وتقديره لما أبداه فخامة الرئيس التونسي من حرص على تعزيز العلاقات مع مملكة البحرين، مشيدا بالتعاون الوثيق بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات ومن بينها مجال البحوث والدراسات الاستراتيجية كنموذج للعلاقات بين الأشقاء. وأشار رئيس مجلس الأمناء إلى التنويه السامي لجلالة عاهل البلاد المفدى أيده الله حول دور مراكز الفكر العربية في طرح استراتيجيات علمية وعملية لمواجهة التحديات الأمنية وأهمية اعتماد صانع القرار على مراكز الفكر والدراسات في رسم خطط العمل واقتراح السياسات فضلا عن إرساء مفاهيم الوسطية والتسامح. تشرفت بلقاء فخامة الرئيس محمد الباجي السبزي وتشرفت بنقل التحيات جلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل مملكة البحرين المفدى إلى فخامة الرئيس التونسي، ويسعدنا التواجد في تونس الصديقة الحبيبة للتوقيع على مذكرة التعاون بين مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة والمعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية لما يحتله هذا المعهد من مكان مرموقة في الوطن العربي في الخبرات المتراكمة لدى المعهد والخبراء والباحثين العاملين فيه، ونتطلع لتفعيل هذا التعاون ليخدم مصالح البلدين الصديقين.